هل ممكن أشتغل في دولة أخرى بشهادة التجارة؟ سؤال جاي لي عن طريق اليوتيوب، والحقيقة نعم يمكنك إنك تشتغل في دولة أخرى بشهادة التجارة، لكن أي دولة؟ هل الدول الخليجية أم الدول الأوروبية؟ لو تقصد الدول الخارجية فهي مرحب بيها جدا عند العمل بيها بشهادة التجارة، ما دام معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات في مصر وشهادة بتدي مؤهل عالي فهي معتمدة من العمل في الخليج. أما بالنسبة للبلدان الأوروبية والبلدان الأمريكية فالموضوع بيختلف من بلد لأخرى. في بلد تقول لك لا، الشهادة دي غير معتمد عندي ولازم تدخل سمستر لمدة سنتين علشان فعلا تدخل على شهادة عليا، أو في بعض البلدان تقول لك لا تعالى هي معترف بيها ولكن هتشتغل فين؟ في غسل الصحون والأعمال الحرفية والفنية، لكن في بعض الحالات زي المهن الطبية وخلافه بيكون معترف بيها لأنهم عندهم نقص فيها ومحتاجينها، وفي الغالب بيدوك زي كورس كده أو حاجة قبل ما تدخل، فهو ده المرجع. هل هي مناسبة ولا لا؟ هي نعم تجد إن شاء الله فيها فرصة عمل، ولكن حاول تركز على المهارات التقنية. لو شخص شغال في البرمجة مثلا أو الجافا أو الحاجات دي هم مش بيركزوا كتير أوي في الشهادة، هو بيبقى عاوز المهارة أو الأداة بتاعتك. بالتوفيق.